أهلا بكم. تسبب الحريق الذي نشب في مستشفى ابن الخطيب في بغداد بوفاة نحو 97 من مصابي فيروس كورونا وعشرات الجرحى. لجنة الصحة والبيئة البرلمانية قالت إن منظومة مكافحة الحرائق في هذا المستشفى المخصص لحجر مصابي فيروس كورونا عاطلة منذ العام 2015. وعقب الحريق أوقف وزير الصحة ومدير المستشفى وعدد من العاملين حتى اكتمال التحقيقات التي طلبها رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي. كما أثارت هذه الفاجعة ردود فعل شعبية غاضبة على الطبقة السياسية جميعا، التي فشل نوابها في عقد جلسة خاصة للبرلمان لمناقشة هذه الفاجعة. فاجعة مستشفى ابن الخطيب واستمرار الفساد الحكومي في حصد أرواح المزيد من الأبرياء في العراق هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: هل كانت فاجعة مستشفى ابن الخطيب في بغداد متوقعة في ضوء الفساد الحكومي الذي يفتك بالدولة العراقية لا سيما المنظومة الصحية؟ وهل هذه الفاجعة الكبرى تتعلق بسوء الإدارة والتقاعس والإهمال بمعزل عن الواقع الصحي المتردي في العراق؟ وهل فعلا لن يسمح بتكرار مثل هذه الفواجع والمذابح البشرية كما تقول لجنة البيئة والصحة البرلمانية بعد حريق مستشفى ابن الخطيب؟ وهل تعد إجراءات الكاظمي بإيقاف وزير الصحة ومسؤولين صحيين آخرين كافية ومقنعة للرأي العام في العراق؟ وهل ستكون مثل هذه الفواجع والكوارث شرارة جديدة لتجدد تظاهرات ثورة تشرين ضد نظام المحاصصة الطائفية الفاسد؟ ضيف طاولة رافع الفلاحي، ثامر العلواني، أحمد سلمان مشتت. فاجعة كبيرة تضاف إلى مسلسل طويل من المصائب التي تحل بالعراقيين جراء الإهمال الحكومي والمؤسسات المتراهلة والفساد المستشري في البلاد. حريق هائل يلتهم مستشفى ابن الخطيب في بغداد الذي خصص لاستقبال مرضى كورونا، فكان الحجر الصحي على المرضى مصيبة لهم، إذ جاءتهم الكارثة من حيث لم يحتسبوا، والمكان الذي ظنوه مكان استشفاء تحول إلى جحيم. الفضيحة الكبرى أن المستشفى يفتقر لنظام إطفائي حديث وفق ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الداخلية، على الرغم من امتلاء المستشفى بقنان الأكسجين شديدة الانفجار. وكما تؤكد مديرية الدفاع المدني فإن مستشفى ابن الخطيب قديم وليس به منظومة لإطفاء الحريق أصلا. الفصل الأقصى من الحكاية أن المدنيين هم من تطوعوا لإنقاذ المحاصرين في الحريق، بينما تأخرت فرق الإنقاذ الحكومية، وذلك ما تسبب في ارتفاع عدد القتلى والجرحى. ولعظم الفاجعة فإنها نالت الاهتمام الدولي وأعادت تجسيد الأسباب التي أدت إلى هذه الكارثة وغيرها من الكوارث. بعثة الأمم المتحدة إلى العراق وصفت الحريق بالصادم والمأساوي، بينما ربطت وكالة فرانس بريس بالفساد الحكومي، في حين أكدت وكالة أسوشيتد بريس أن سبب الحريق هذا ليس وليد اللحظة، وإنما يعود إلى سنوات عديدة من الإهمال الحكومي للمؤسسات الصحية والفساد المستشري حتى في القطاعات المهمة المرتبطة بحياة المواطنين. فإذا كان المواطنون لا يأمنون على حياتهم في المستشفيات، فكيف بغيرها من القطاعات الأخرى؟ فاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب تدق ناقوس الخطر لحال الأبنية الحكومية في العراق، وتفتح باب التساؤلات المرعبة حول تحول المباني الحكومية بمختلف قطاعاتها إلى قنابل موقوتة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في فاجعة مستشفى ابن الخطيب التي أودت بحياة 97 من مصابي كورونا وإصابة عشرات آخرين جراء انفجار في هذا المستشفى، والفساد الحكومي الذي يتسبب يوميا بحصاد المزيد من الأرواح في العراق. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي، ودكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، وسيكون معنا أيضا عبر سكايب الدكتور سلمان أحمد سلمان مشتت، الطبيب الجراح الاستشاري في المستشفى الملكي في لندن. كل الضيوف طبعا عبر سكايب. أهلا وسهلا بكم جميعا. حياكم الله أخي الكريم. أهلا. نبدأ مع دكتور أحمد سلمان مشتت في لندن. دكتور، أولا مساء الخير. مساء الخير عليك وعلى المشاهدين. أهلا وسهلا دكتور. هذه الفاجعة
التي وقعت في مستشفى ابن الخطيب أودت بحياة 97 من مصابي كورونا، هذا المستشفى القديم والمتهالك والذي يفتقر إلى منظومة لمكافحة الحرائق وعشرات الجرحى. هل تعتقد أن هذه الفاجعة وقعت بسبب إهمال، سوء إدارة، بمعزل عن أي أبعاد أخرى أو أي اعتبارات أخرى في العراق؟ طبعا هذه الفاجعة هي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. القطاع الصحي في العراق شبه منهار، لم يتم أي استثمار حقيقي للدولة في القطاع الصحي، ولم تتم إدامة ما يتوفر من مستشفيات التي كلها مبنية من أكثر من 30 عام، لم يتم إدامتها، لم يتم تطويرها. الشروط السلامة ومعايير السلامة مفقودة بالتمام، يعني مستشفى لا يوجد فيه أجهزة إنذار مبكر الحرائق، ولا يوجد فيه أجهزة إطفاء حرائق أوتوماتيكية، فيه سقوف ثانوية رخيصة تشعل الحرائق بكثرة، عمليات الإخلاء تمت ببطء، لا توجد مخارج للطوارئ، حتى قوات الدفاع المدني جاءت بعد ساعة للحادث. كل هذه العوامل أدت إلى هذه الفاجعة، ولكن هذه العوامل هي ليست وليدة اللحظة، هي جزء من انهيار المنظومة الصحية والبنية التحتية للصحة في العراق. الصحة تأتي في أدنى أولويات الدولة، الميزانية المرصودة لوزارة الصحة هي أقل الميزانيات بالنسبة للوزارات الأخرى. ما يتوفر للفرد، وأتكلم لك عن أرقام تأتي من مؤسسات صحية دولية، الفرد العراقي حصته من الميزانية تتراوح حوالي 152 دولار لكل فرد، بالقياس إلى الفرد في إيران أكثر من 350 دولار، الفرد في الأردن 260 دولار، وفي بلدان في لبنان البلد الفقير أكثر من 600 دولار. فإذا حصة الفرد العراقي لرعايته الصحية من ميزانية الدولة هي أوطى حصة بالقياس للدول المجاورة. ينفق الفرد العراقي 70% من مبلغ الرعاية الصحية من جيبه الخاص. منظمة الصحة العالمية توصي بأن هذا الرقم يكون أقل من 30% لمنع الفقر والعوز. الأسرة، توزيع الأسرة للمرضى هناك في العراق، النسبة 1.3 سرير لكل 1000 شخص، في عام 1980 كانت النسبة 1.9، كنا أفضل في عام 1980 من الآن. إذن المنظمة الصحية، المنظومة الصحية متهالكة منهارة، ولا تستطيع أن تتعامل مع الأزمات، خصوصا مع أزمة كورونا الحالية. أشكرك دكتور رافع الفلاحي. إذا هذه الصورة القاتمة للوضع في العراق، الوضع الصحي في العراق التي قدمها بإجازة ضيفنا من لندن دكتور أحمد سلمان، هذه الفاجعة في مستشفى الخطيب كانت متوقعة عند الرأي العام العراقي بغض النظر عن يعني الطواقم الطبية أهل الاختصاص كما ذكر دكتور أحمد سلمان مشتت هناك، يعني هذا في ضوء هذا الفساد الذي يفتك بالمنظومة الصحية، أم كانت مفاجئة وصادمة وربما غير متوقعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحييك أستاذ ماجد وأحيي ضيوفك الكرام. أهلا دكتور. الحقيقة كل شيء سيء متوقع في العراق يعني طبيعي ومقبول، لأنه البيئة والمناخ الذي يحيط بالعراق منذ 18 سنة لحد الآن هو مناخ سيء، مناخ فيه فساد، فيه خراب، فيه دمار، ليس فيه بناء، فبالتالي كل الظروف مهيئة لمثل هذه الكوارث. وهذه ليست مثل ما قال الدكتور أحمد، ليست الكارثة الأولى وليست الأخيرة. الوضع في العراق، الوضع الصحي، وأريد أن أقول يعني حادثة مستشفى ابن الخطيب يعني حقيقة ليس مثل ما يقول البعض أنها كشفت الوضع المتردي في الواقع الصحي العراقي. الحقيقة لا، الواقع الصحي العراقي الكل يعرف أنه متردي وسيء وفي أسوأ حالاته، وجاءت هذه الحادثة لتضيف إلى هذه الكارثة علامة جديدة من علامات السوء. يعني مثل ما تحدث دكتور أحمد وهو رجل مختص ويعرف هذا
يعني عندما تراجع الموازنات المليارية في العراق ستجد أن وزارة الصحة التخصيصات لها لا تساوي شيئا. يعني أخذ مثال ربما عام 2019 اللي هي الموازنة اللي اعتمدت عام 2020، نعم، العام الماضي كان التخصيصات لوزارة الصحة 4 مليار و800 مليون، نعم، في من مجموع 106 مليار و500 مليون. هذا لا يساوي شيء في الوقت الذي كانت القوى الأمنية قد خصص لها 19 مليار دولار والنفط خصص له 14 مليار دولار. إذا عندما تنظر إلى هذين الرقمين والرقم المخصص لوزارة الصحة تكتشف أن الاهتمام لهذه الطبقة السياسية بصحة المواطن وبحال المواطن في العراق 19 مليار للقوى الأمنية و14 مليار للنفط. إذا هم يبحثون عن تقوية جانبين، أمني يخدمهم ويحميهم واقتصادي يدر عليهم الأموال لكي يزداد اقتصاده، أما صحة المواطن، أما تربيته، أما تعليمه، أما خدماته، فهذه ليست حسابات. لذلك العراق من سيء إلى أسوأ، ولذلك الآن يعني العراق صنف ثالث أسوأ نظام للرعاية الصحية على مستوى العالم من قبل مجلة CEO الأمريكية قبل أيام، صدر هذا التصنيف. وهذا العراق هذا الذي كان في الثمانينات مثل ما تكلم الدكتور أحمد، يعني من أفضل دول الشرق الأوسط الخدمات الصحية، الآن نعم. يصل إلى ثالث أسوأ نظام صحي في العالم. هذه كارثة كبيرة لم تكشفها المستشفى، لكن أضافت إليها معلما جديدا من معلم هذه الكارثة. أشكرك. والقضية يبدو بخروج العراق من مؤشرات جودة الصحة أيضا لم يقتصر على هذا المجال. قبل يومين أيضا هناك تقرير تحدث عن خروج الجامعات العراقية بالكامل من مؤشرات جودة التعليم في العالم. دكتور ثامر العلواني، لجنة الصحة البرلمانية تحدثت أن هذه الفاجعة لن يسمح بتكرار مثلها في الأيام القادمة، وقالت مثل هذه الفواجع والكوارث لا يقبل أن يحدث مثلها في المستقبل. هل تتوقع أنه فعلا هذه الفاجعة كانت انعطافة، نقطة تحول، الحكومة قوى العملية السياسية ستتوقف عندها مليا حتى لا تتكرر فعلا؟ بداية تحية لحضرتك وتحية لضيفيك الكريمين. أهلا وسهلا. حقيقة فاجعة وجريمة مستشفى ابن الخطيب فاجعة أليمة وكبيرة، لأننا نتكلم عن أناس أجبروا على دخول هذه المستشفى التي أعدتها وزارة الصحة في العراق للمرضى المصابين بكورونا على أمل بسيط أن يتشافى هؤلاء المرضى، لكنهم للأسف هربوا من الاختناق بالفيروس ليختنقوا بالدخان أو يحرقوا على أسرة الشفاء. فبدل أن يتعالجوا في المشافي الحكومية خرجت جثثهم محترقة متفحمة. فاجعة مستشفى ابن الخطيب شاهد مؤلم على أن حكومة وأحزاب ما بعد عام 2003 لا يملكون من الإنسانية شيء، ضمائرهم ميتة، تدل على أن حياة العراقيين في خطر ما دامت هذه الشلة من القتلة واللصوص هي من تتسلط على رقاب العراقيين. مثل هذه الحوادث والكوارث متوقعة في العراق، ومتوقع حدوث أكثر وأبشع منها، خصوصا أن هذه الحكومات لا تحترم شيء اسمه نظام الرعاية الصحية المستشفيات. وإلا كيف يعقل أننا في عصر التقدم والحضارة وإلى الآن لا توجد في المستشفيات العراقية أجهزة لاستشعار الحرائق والمخاطر، ولا توجد أنظمة متطورة للإنذار المبكر؟ أنا أقول ما دام أنه الفساد المالي والإداري المستشري في القطاع الصحي مستمر، فمتوقع أن تستمر هذه الفواجع ومتوقع استمرارها ما دامت أن وزارة الصحة تخضع للنظام الإقطاعي، بمعنى أن كل حزب وكل كتلة سياسية لها وزارات معلومة لا يمكن لأي جهة أخرى أن تتدخل بها. فوزارة الصحة مثلا يتابع للتيار الصدري وأتباع مقتدى الصدر، هم من يستحوذون على هذه. دكتور التيار الصدري نفى أي صلة له بوزير الصحة الحالي حسن التميمي، قال ليس من كتلتنا، لا علاقة لنا به.
هذا كلام غير واقعي، لأن نعم. هي التيار الصدري هو من سائرون، هو من رشح هذا الشخص، ومعلوم تماما جميع العراقيون يعلمون، أن جميع العراقيين يعلمون أن وزارة الصحة منذ 2004 هي خاضعة للتيار الصدري، وهناك تقارير دولية واعترافات دولية حتى أن هناك شبهات بالفساد، ورفعت دعاوى في أمريكا على أنه جماعة مقتدى الصدر يستحوذون على الوزارة، وأجبرت بعد بعض الشركات الأمريكية على أنها تعقد صفقات مع جماعة مقتدى الصدر من أجل، كلها طبعا شبهات فساد ورشاوى، من أجل أن يستحصدوا صفقة الأدوية من الشركات الأمريكية إلى جماعة إلى العراق، وهو ما اضطر الوزير السابق علاء العلوان للنفاذ بجلده، كما يقول النفاذ بجلده وترك الوزارة. نعم تمام، هذه واحدة. نرجع إلى موضوعنا السابق، نعم. هل ستستمر؟ نعم ستستمر هذه الجرائم وهذه المشاكل وهذه الكوارث، لأن العدالة غائبة بالعراق، المحاسبة ممنوعة. فنعم متوقع مثل هذه الجرائم أن تحصل، لأنك لا دكتور تستطيع. دكتور اسمح لي على قضية، طالما ذكرت المحاسبة، رئيس الحكومة أوقف وزير الصحة وأوقف مدير الصحة في بغداد وأوقف مدير المستشفى وعدد من المسؤولين الآخرين وأحالهم إلى التحقيق وهو بانتظار النتائج. المحاسبة هنا ليست غائبة حقيقة، هذه كلها إذا فقط لامتصاص الرأي العام والغضب الشعبي، نعم. لأن في حجم هذه المأساة وهذه الكارثة التي راح ضحيتها 200 شخص ما بين مصاب ومحترق، عوائل، رأينا عوائل ذهب من 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 أفرادها اثنان وثلاثة وأربع أشخاص، هذه جريمة بشعة. لو كانت في دولة أخرى، نعم. في دول أخرى مات 7 أشخاص، أقيلت الحكومة وأقيل بعض الوزراء، إلى الآن لم يقال وزير الصحة، إلى هذه اللحظة وزير الصحة لم يقال، ولم يقال أي شخص ولا مدير الصحة، وإنما أوقفوا فقط، وإلى الآن لم تعقد أصلا جلسة خاصة للبرلمان لمحاكمة. سنتحدث عن النقطتين، سنتحدث عن فشل البرلمان في عقد جلسة خاصة بهذه الكارثة فقط، حتى نتأخر على ضيفنا الدكتور أحمد سلمان. دكتور أحمد، صحيفة الجارديان البريطانية بعد الحريق تقول إن مواجهة فيروس كورونا في المستشفيات العراقية الحقيقة تأتي في ظل مخاطر طبية، مخاطر أخرى في المستشفيات العراقية، يعني الإنسان يروح يتداوى من كورونا سيواجه مخاطر أخرى، ما هي هذه المخاطر؟ طبعا احنا حكينا يعني بما أن البنية التحتية للجهاز الصحي متعبة جدا ومرهقة ولا تستطيع أن تتعامل مع أزمة كبيرة مثل أزمة كورونا، هناك إشكاليات كبيرة تتعلق بالمستشفيات وتجهيزاتها، تتعلق بالأكسجين. العراق بلد ثري، احنا في 2021 يجب أن تكون في المستشفيات أجهزة تجهيز، يعني نظام تجهيز أكسجين مركزي. من المعيب أننا ما زلنا نعتمد على أسطوانات أكسجين، وأعتقد أن بعض المرضى أهاليهم يشترون هذه الأسطوانات ويجلبونها للمستشفى. الشيء الآخر، نقص كبير في المعدات الطبية، الجهاز الصحي العراقي لم يواكب التطور العالمي والتطور التكنولوجي الهائل في مجال الصحة، مستلزم الأدوية كذلك هناك مشاكل كبيرة، هناك مشاكل في قلة الكادر الطبي والطاقم التمريضي، هناك هجرة كبيرة لكل العقول الكبيرة العراقية التي تفيد البلد، هاجرت بعد 2003 وقبل هذا التاريخ أيضا بسبب مشاكل سياسية واجتماعية واقتصادية ونفسية أيضا كثيرة. الخطط التي أتت بها وزارة الصحة للتعامل مع وباء جائحة كورونا خطط قصيرة المدى ولم تكن خطط فاعلة، إنشاء مستشفيات ميدانية تسمى بالكرفانية لم تكن ناجحة، بنيت على استعجال، بنيت بدون مطابقة المعايير العالمية، والحريق في مستشفى ابن الخطيب ممكن يحدث في أي واحدة من هذه المستشفيات التي تفتقر إلى أبسط شروط ومعايير السلامة.
التعليمات يعني كيف تواجه كورونا، العزل المصابين ومنع الاختلاط، هذه لا توجد في العراق مع الأسف، وهذا تقصير من جانب المواطن ومن جانب الحكومة أيضا. مستشفى الخطيب كيف يسمح يسمح لأهالي المريض بالدخول إلى المستشفى والاختلاط، وهذا يسبب انتشار وتفشي الفيروس؟ هذا دكتور مفارقة أن لجنة التحقيق البرلمانية أو اللجنة البرلمانية تريد أن تحمل المرافقين للمرضى مسؤولية هذه الكارثة، يعني أنه أنحت باللائمة على المرافقين وأنهم هم الذين يعني جالبوا هيتر فأشعلوه جنب اسطوانات الأكسجين، هذا مقبول؟ هو السؤال الأهم هو لماذا توجد اسطوانات أكسجين متكدسة في ردة المرضى؟ واسطوانات الأكسجين هي قنبلة موقوتة تحتاج إلى أي شيء حتى يشعلها. ثانياً، لماذا يسمح للمرافقين بالدخول إلى المستشفى عزل؟ ثالثاً، يجب أن المريض عندما يدخل المستشفى يجب أن توفر له المستشفى كل ما يحتاجه، كل الرعاية الطبية والإنسانية. يحدث في بريطانيا الآن المرضى يدخلون لا يدخل أي من أهاليهم معهم، لأن المستشفى كفيلة بتوفير كل ما يحتاجه المريض، ولهذا من الممنوع دخول أي أحد من مرافقيه، ولأن هذا يسبب انتشار وتفشي الفيروس. مع الأسف كل اللجان التحقيقية في هذه الحادثة وفي الحوادث السابقة، تتذكرون حريق مستشفى اليرموك الخدج احترق 22 طفل، لم تأتي بأي نتيجة مهمة وجذرية. الموضوع يحتاج إلى تغيير جذري في بنية المؤسسة الصحية، لاستثمار كبير، رعاية من الدولة، حماية للكادر الطبي والطاقم التمريضي، حتى يثق المواطن بقيمة الرعاية الطبية التي تقدم له. شكرا. الحقيقة وزارة الصحة كانت واحدة من أكثر الوزارات التي يؤشر فيها الفساد، وهذه الوزارة الحقيقة يعني على قدر كبير من الخطورة الفساد فيها، لأنه يتعلق بحياة الناس، بحياة المرضى، بحياة العلاجات والرعاية الطبية. نشاهد هذا التقرير عن فساد وزارة الصحة ما بعد 2003، ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا في طاولة حوار. الحديث عن فساد القطاع الصحي في العراق ليس حديثا جديدا، لكن أزمة كورونا سلطت مزيدا من الضوء على هذا الفساد وعجز المستشفيات الحكومية عن استقبال المرضى لا سيما المصابين بالفيروس. كثيرا ما اتهمت وزارة الصحة بالفساد، أبرز فضائحها كانت فضيحة شراء أجهزة غسيل الكلى وصفقة الأحذية الطبية وغيرها في عهد وزيرة الصحة في حكومة العبادي عديل حمود. تواجه الطواقم الطبية العراقية التي هاجر معظمها مشكلة النقص الحاد في المستلزمات الطبية والصحية والمعدات الضرورية والوقائية، لا سيما لمرضى الفيروس والأمراض الخطيرة المزمنة. يعود أكثر من 90% من المستشفيات الحالية في العراق إلى الحقبة التي سبقت الاحتلال الأمريكي، وبعضها يعود إلى حقبة العهد الملكي، لأن حكومات الاحتلال المتعاقبة فشلت في تأسيس نظام رعاية صحي محترم بالرغم من الموازنات الانفجارية التي شهدها العراق خلال الأعوام الماضية، حيث انشغلت هذه الحكومات بصفقات الفساد واختلاس المال العام وأهملت القطاع الصحي. فجاءت أزمة كورونا لتعري كل الفساد الحكومي السابق الذي كان الشعب العراقي يسمع عنه ولا يراه، أما الآن فقد صارت الأمور أكثر وضوحا بعدما بات مصابو كورونا من دون مستشفيات أو علاجات، أو أنهم يموتون حرقا كما جرى في فاجعة مستشفى ابن الخطيب في بغداد. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في أسباب وتداعيات فاجعة مستشفى ابن الخطيب في بغداد والفساد الحكومي الذي يحصد أرواح الأبرياء. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي، الدكتور ثامر العلواني والدكتور أحمد سلمان. دكتور ثامر العلواني، دكتور ويانا ثامر؟ نعم. طيب دكتور، كل قوى العملية السياسية بعد الفاجعة سارعوا وتداعوا لشتم الفساد الحكومي وتحميله المسؤولية كاملة عن هذه الفواجع والفواجع التي سبقتها والفواجع المتوقعة في المرحلة القادمة، ثم
تنتهي هذه الزفة فيستفيق العراقيون على فاجعة أخرى. هل تعتقد أو إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ لناحية أن الطبقة السياسية تشتم الفساد عن كل كارثة، وهل سيبقى المجتمع أيضا في حالة من الصمت والاكتفاء بالنواحي والبكاء على ضحايا؟ حقيقة أخي الكريم، ما يجري في العراق كوارث وفواجع وجرائم لا ينفصل بعضه عن بعض. كل الجرائم التي سواء حصلت في الجانب القطاع الصحي أو غيرها كلها مرتبطة بمنظومة العملية السياسية البائسة التي تسببت بكل مآسي الشعب العراقي، لأن سوء الإدارة والفساد والإفلات من العقاب هذا وصلنا ورأينا الفاجعة الأليمة في مستشفى ابن الخطيب. وحقيقة سوء الإدارة والفساد والإهمال هذه موجودة في القطاع الصحي وغير القطاع الصحي في كل وزارات الحكومة الحالية وسابقاتها، هذه ليست جديدة، وإنما جائحة كورونا كشفت الأمور بشكل أكبر وجعلت العراقيين يلمسون المأساة الحقيقية، يعلمون أن ما يجري من هؤلاء لا يمكن أن يأتي بخير. إذا جئنا إلى فساد وزارة الصحة مثلا الذي أزكم الأنوف، فقط ذكرتم في تقريركم مسألة نعال ما سمي بنعال عديلة، وزيرة الصحة في حكومة العبادي عندما عقدت صفقة باستيراد نعال طبي بمبلغ تقريبا 900 مليون دولار، سعر النعال 27 دولار بينما هو في الحقيقة سعره لا يتجاوز 2 دولار. فيمكن أن نفهم حجم المأساة التي يعيشها العراقيون. الشعب العراقي الآن يعي تماما ولديه قناعة كاملة أن المريض الذي يذهب إلى المستشفيات الحكومية هو يذهب بتذكرة باتجاه واحد، طريق الذهاب بلا عودة. للأسف هذه قناعة العراقيين الآن لم تأتي من فراغ، وإنما أتت من واقع مرير يعيشه العراقيون سواء في القطاع الصحي أو في الجوانب الأخرى. فقطعا ولا خلاف في ذلك أن ما يجري الآن هو ذبح للعراقيين. المستشفيات الآن أصبحت أداة لوأد العراقيين. نعم، أشكرك دكتور رافع. إذا كان جاهز معنا تفضل دكتور. كنت أسألك أنه على الرغم من وفاة 97 من مصابي كورونا في حريق ابن الخطيب وعشرات الجرحى، مجلس النواب لم يستطع أن يعقد جلسة لمناقشة هذه الفاجعة الإنسانية الكبرى. هذا الفشل إلى ما يعزى، لما؟ إذا كانوا هؤلاء يقولون مثل ما يقولون أنهم ممثلين للشعب، فهذه الحادثة وغيرها من الحوادث تؤكد أنهم ليس لهم علاقة بالشعب، هم مقطوعين عن الشعب. هؤلاء لا يمثلون إلا أحزابهم، يمثلون الفساد، الخراب، الدمار. إذا كانوا يعقدون جلساتهم لمناقشة مبالغ بسيطة قد تعطى لهم، مخصصات معينة تعطى لهم ويعقدون عليها جلسات ونقاشات يعني لا تساوي شيئا، لكن كارثة فاجعة كبيرة تحدث للعراقي لا يعقدون عليها جلسة، هذه كارثة أخرى. أريد أن أقول أيضا أنه عندما الحكومة والبرلمان، هذه السلطتين التشريعية والتنفيذية، غير قادرة على أن تضبط البلاد، غير قادرة على تتصرف في مواجهة الفواجع، هذه لا تعتبر حكومة، لا تعتبر نظاما سياسيا يمكن أن يحترم. لذلك لا هيبة للعراق، لا هيبة لحكومته، لا هيبة للسلطة في العراق. أريد فقط أن أذكر أنه قبل 7 سنوات في كوريا الجنوبية غرقت عبارة تحمل بعض المسافرين وبعض الطلبة، رئيس الوزراء وغرقوا بعض الطلبة التلاميذ من الثانوية، ورئيس الوزراء خرج على شاشات التلفزيون في كوريا واستقال واعتذر من الشعب الكوري لأنه يعني يتحمل مسؤولية هذه، ونائب مدير المدرسة انتحر شنق نفسه، مع أنه هذه الحادثة حادثة عرضية لا يمكن أن تسمى يعني مثل العراق، هذه ليست حادثة عرضية، هذه حادثة متوقعة، لكن مع ذلك تحملون المسؤولية. هؤلاء في العراق لا يتحملون المسؤولية، هم جاءوا لغرض تدمير والخراب وليس لغرض البناء، لذلك القضية تأخذ بشكل آخر. وعندما تحدث أنه يجب إصلاح الجانب الصحي، الواقع الصحي، لا يمكن أن يصلح الواقع الصحي إذا لم يصلح الواقع السياسي وكل
وكل المنظومة يجب أن تتغير، كل المنظومة اللي تأتي منظومة تدير كل المؤسسات. نعم. وكل ما يحتاج المواطن العراقي، كل ما يحتاج العراق بنفس وطني، برؤية صحيحة. نعم. برؤية التفهم والتعامل. نعم نعم أشكرك دكتور أحمد سلمان. هناك الحقيقة تشكيك بالأرقام والإحصائيات التي تصدرها الحكومة في العراق ووزارة الصحة فيما يتعلق بضحايا بمصابي كورونا، ما دمنا نتحدث عن مستشفى ابن الخطيب لحجر المصابين بكورونا، وأن الأرقام بحسب المشككين أعلى بكثير مما يعلم في العراق سواء على مستوى الوفيات أو على مستوى الإصابات، في ضوء طبعا خرق الإجراءات والتدابير الوقائية في العراق، يعني هناك الحقيقة استخفاف بهذه الإجراءات، هل لديك أرقام أو إحصائيات أكثر دقة؟ طبعا ليس لدي أرقام أكثر دقة، بس بناء على عدد الفحوصات المحدود الذي يجري في العراق وقدرة المختبرات الوطنية المحدودة ومنظومة البيانات الفقيرة، الأرقام الموجودة المعلنة الرسمية هي أرقام غير حقيقية بالتمام، الأرقام قد نضاعفها أو ربما تكون 3 مرات أو أكثر من الأرقام المعلنة. نحن نعرف، أنا على اتصال يومي مستمر مع أصدقائي وأهلي، المرضى معظم المرضى لا يذهبون إلى المستشفيات، يذهبون إلى عيادات الأطباء الخاصة ويأخذون علاجهم بالبيت. هناك ناس كثيرين مع الأسف يتوفون في البيوت لأنهم يخافون الذهاب إلى المستشفى، وهذه لا تدخل ضمن الإحصاءات الرسمية، وهذا انعكاس أيضا مثل ما قلت على عدم ثقة المواطن بالمستشفى. عندما يخاف المواطن أو المريض من الذهاب إلى المستشفى هاي قمة الكارثة، هو يفضل الموت في البيت على الذهاب لتلقي الرعاية الصحية. هناك انتشار كبير في العراق الآن للدجل والتخلف والعلاج بطرق بطرق الدجل حتى بالنسبة لموضوع كورونا، وهذا أيضا سبب من أسباب تفشي الوباء وسبب من أسباب البيانات الفقيرة التي تظهر من قبل وزارة الصحة. نعم أشكرك دكتور. دكتور رافع، للنقطة اللي كنت أنت متعجل عليها، الحكومة الرئيس الحكومة الحقيقة أوقف وزير الصحة ومسؤولين آخرين ومدير المستشفى وما إلى ذلك، هل تعتقد أن هذه إجراءات كافية ومقنعة؟ هذه الإجراءات ستكون رادعة بشكل حقيقي لإيقاف عملية الاستخفاف وعملية الاستهتار بحياة الناس، خاصة في أماكن مثل المستشفيات التي تحولت كما يقول الناشطون إلى مسالخ بشرية، إلى أماكن للموت وليس لطلب الاستشفاء؟ يعني أستاذ ماجد، هو بداية يعني عندما نريد توصيف الوظيفة، عندما نسأل يعني ما وظيفة وزير رئيس الوزراء، يعني ما هي واجبات رئيس الوزراء أساسا، يعني أليس رئيس الوزراء هو المسؤول عن هذه الكارثة أولا وأخيرا، يعني قبل وزير الصحة وقبل كل الوزراء، لأن هو رئيس الطاقم هذا الذي يدير هذا البلد، يديره تنفيذيا الوزراء بأمرته، عندما يكون هناك خلل فهو من يتحمل الجانب الأكبر في هذا الخلل، أما أن يعفي نفسه من الخلل ويحمله إلى وزير الصحة ويعرف وزير الصحة، هناك تقارير كثيرة تتحدث عن فسادة، تتحدث عن الخراب، لدينا اليوم أكثر من 1,000,000 مصاب بالكورونا، إحنا البلد الأول عربيا بعدد المصابين بكورونا، لكن لدينا 300,000 فقط من الذين نالوا اللقاح في الوقت الذي تتسابق بلدان العالم لأخذ اللقاح للحصول على اللقاح، إحنا بلد تري بهذا الشكل، لكن وكان يكذبون على المواطن، استوردنا 30,000,000 جرعة من اللقاح واستوردنا 50,000,000 وكلها كذب طلعت، بالتالي احنا ليس لدينا لقاح والناس تموت بالشوارع وكارثة كبيرة، اذا من يتحمل المسؤولية؟ من يتحمل مسؤولية هذا الواقع الصحي؟ دكتور اسمح لي، هناك لجنة تحقيقية شكلها رئيس الحكومة للتحقيق في فاجعة مستشفى ابن الخطيب، هل تتوقع أن هذه المرة ستكون الإجراءات أكثر قسوة عما سبقها في الماضي؟ يعني والله ماجد في تأشير المقصرين بعد. نعم. ظهور التحقيقات.
نعم استاذ ماجد، في العراق يقولون وهو واقع حقيقي، اذا اردت ان تسوف شيء أن يعني شكل له لجنه، لانه عدد اللجان التي شكلت في العراق من عام 2003 لحد الان مئات الالاف من اللجان وما كانت النتيجه. هذه ابره مورفين يحاولون ان يحقنوا بها الشعب. المتظاهرين من قتلهم؟ مشكل لجان لمعرفه يعني من قتل المتظاهرين، هل خرجت نتيجه؟ ما هذا موت وهذا موت، لكن ليس هناك نتيجة. هذه كذبة كبيرة. هذه الأحزاب والميليشيات التي تتحكم بالعراق تدفع به إلى الخراب والدمار، تدفع به إلى قعر الهاوية. فبالتالي المنظومة الصحية خريبة، نعم، المنظومة الاقتصادية خريبة، المنظومة الأمنية خريبة، المنظومة السياسية خريبة، فوضى في كل الاتجاهات. ومن يتحمل المسؤولية كل هذه القوى المؤتلفة فيما يسمى بالعملية السياسية، ليس رئيس الوزراء وحده، وليس وزير الصحة وحده، وليس كل الوزراء، وليس المنظومة كلها خريبة، يجب أن تحتاج إلى تبديل. فلذلك كلهم يتحملون المسؤولية وكلهم يدافعون عن نفسهم بهذه اللجان، بتشكيل هذه اللجان. ولا هذه اللجان ماذا ستفعل للناس؟ يعني مباشرة اعتبروهم شهداء، وماذا يعني أن تعتبرهم شهداء ونعطيكم أموال؟ يعني وكأنه العراقي تشتري روح أهله وتشتري روح ابنه وأخته وأمه وأبوه بالمال. نعم. هذه قيمة العراقي عندكم؟ هذه قيمتها يعني مثل عادل عبد المهدي عندما كان يقتل المتظاهرين بالصباح وبالليل عندما تشتد الهجمة عليه إعلاميا وكذا يقول اعتبرناهم شهداء. فهذه القضية نعم. غريبة، بلدة تناقضات الحقيقة. نعم. دكتور ثامر، يعني هناك من يؤكد أنه مثل هذه الفواجع تكرارها وهذه الكوارث بالإضافة إلى الفساد والبطالة وكل المشهد القاتم في العراق الحقيقة سيكون شرارة جديدة لانطلاقة جديدة للتظاهرات، لتظاهرات تشرين التي يعني انطلقت وقدمت طبعا مئات الشهداء. هذه الكوارث ستكون شرارة أخرى لتجدد التظاهرات. تعتقد المشهد هكذا يسير بالعراق؟ بلا شك. نحن رأينا هناك تظاهرات عديدة خرجت في جميع محافظات نعم. العراق منددة بهذه الفاجعة الأليمة، بهذه المصيبة التي ألمت على العراقيين. واليوم مع هذا نشهد أن هناك حريق في البصرة، في مستشفى البصرة التعليمي. قطعا الشعب العراقي ناقم على هذه الحكومة، الشعب العراقي يريد إزالة هذه الحكومة من 2019 ويطالب بإزالة الطغمة الفاسدة التي تحكم العراق وتتسلط على رقابه. ولكن هذه المظاهرات وهذه الاحتجاجات وهذه النقمة على النظام السياسي ككل للأسف لا تجد دعما من دول الجوار سواء أو دول العالم، لأنه الشعب العراقي الآن كشف كذبة الديمقراطية الأمريكية التي زيفت وجودها في العراق وأنها أتت للديمقراطية. رأينا منذ سنتين تقريبا الناس يخرجون إلى الشوارع لإزالة هذه الحكومات وإزالة النظام السياسي، ولكن بالمقابل هم يتلقون الرصاص المباشر الحي، وإلى الآن أكثر من 1000 متظاهر قتلوا، وهذه ولم مثل ما تفضل دكتور رافع ولم تخرج هناك نتائج حقيقية لكشف الحقيقة ومحاسبة الجنات. لدينا أيضا عبارة الموصل راح ضحيتها ما يقارب من 200 شخص بين طفل وامرأة، وإلى الآن لم تخرج محاكمات حقيقية تحاسب المسؤولين. وللأسف العراقيون الآن يواجهون الرصاص الحي في صدورهم العارية، ولكن في النتيجة الحكومة والسلطات الحكومية ماضية في غيها وظلمها العراقيين، لأنها تجد دعما دوليا ظالما لإزاحة الشعب العراقي. بالنتيجة نخرج على أنه الشعب العراقي يواجه نظاما سياسيا قمعيا دكتاتوريا يقتل بهم ليل نهار، ولا يجد دعما دوليا حقيقيا منصفا للشعب العراقي. أشكرك دكتور أحمد مشتت. ما دمنا نتحدث عن الواقع الصحي المنهار وتحدث جنابك الكريم وبقية الضيوف عن جانب منه في ضوء هذه الكارثة التي حدثت في مستشفى ابن الخطيب، أين سيتوجه المرضى في العراق إذا كانت المستشفيات بهذه الحالة المزرية التي يصفها الناشطون والمدونون أنها مسالخ بشرية؟ المستشفى قبل حادثة ابن الخطيب الناس تصاب بالذعر والخوف عندما تتوجه إلى أي مستشفى، خاصة المستشفيات الحكومية.
الآن المرضى كورونا وغير كورونا أين يتوجهون في ضوء هذا الواقع القاتم للمنظومة للمستشفيات والمراكز الصحية في العراق؟ طبعا هذا سؤال مهم وصعب. نعم. يجب أن تتم، يعني الحل هو حل جذري. تبديل المسؤولين لن ينفع ولن على المدى البعيد لن يحل المشكلة. الخصم الحقيقي في هذه الحادثة هو الحكومة الحقيقة، فيجب أن الشعب يشكل لجنة تحقق مع الحكومة عن أسباب أنت اتهمت البرلمان بالتآمر في هذه الفاجعة، أنت كتبت هكذا. أنا قلت أن بالضبط أي شخص، يعني الحكومة هي المسؤولة الحقيقية عن هذه الحادثة. نعم. والتحقيق يجب أن يتم مع الحكومة لمعرفة الأسباب الحادثة وكيف يتم تجنبها يعني استراتيجية شاملة كاملة لتغيير المنظومة الصحية بالكامل، تغيير جذري. وأتكلم من ناحية طبية بحتة. نعم. يعني يحتاج إلى مستشفيات جديدة. في بغداد هناك 25 مستشفى فقط، ملايين نسمة. في لندن نفس النفوس، هناك أكثر من 290 مستشفى، والمستشفيات التي ستبنى تبنى وفق المعايير العالمية تليق ببلد ثري مثل العراق، تقدم رعاية تليق بكرامة المواطن العراقي. المستشفيات القديمة يجب إقامتها واستثمارها وتحسين بشكل كبير. دكتور أعتذر من عندك، الصوت يصلنا بشكل الحقيقة يعني ليس جيدا. إذا كان هناك من وقت خلينا نعود إلى دكتور رافع، أم الوقت انتهى؟ نعم دكتور رافع، يسمع دكتور رافع؟ نعم تفضل. نفس السؤال، الناس في العراق أين تتوجه؟ أين تتوجه في ظل هذه المنظومة المنهارة؟ هل كتب عليها أن تموت في بيوتها لا تجد أدنى أو أبسط الأدوية؟ والله أستاذ ماجد، يعني مثل ما كنت تسأل، يعني رئيس الوزراء يشكل لجنة وكذا، وأقول لك هو رئيس الوزراء يشكل لجنة لا يعرف بالواقع الصحي المنهار. الهند فقط قالت في عام 2018 أنه هي أصدرت 50,000 يعني سماح، ورقة سماح لمسافرين عراقيين للعلاج لديها، صرفوا مبلغ 500 مليون دولار على علاجهم. في إيران 374,000 عراقي يعالج في إيران، وهناك ناس تعالج في لبنان وتعالج في تركيا وتعالج في الأردن. لماذا؟ هذا لمن يملكون الأموال، لكن لمن يملكون الأموال من لا يملكونها يموتون في الشوارع. فبالتالي ليس أمام الشعب العراقي إلا أن ينهي كل هذا الوضع، لأنه تغيير وزير الصحة، تغيير الكادر وزارة الصحة لا يعني شيئا. أنت في داخل منظومة كلها خريبة. يحتاج العراق إلى تغيير شامل، إلى إزاحة كل هؤلاء لكي يبني نظاما جديدا يحترم المواطن، يحترم حياة المواطن، يحترم تطلبات المواطن، يحترم كل آماله وأحلامه وينفيها، يحترم وطنيته وإنسانيته. هذا هو المطلوب. لذلك الشعب العراقي هو الآن هو الفيصل في كل هذا الموضوع، هو المعني في الخلاص من هذه الكارثة. هذه الكارثة لن تنتهي. إذا كانوا يعتقدون أن مستشفى الخطيب هي نهاية المطاف، لا، هذه واحدة مؤشرات الموت المستمر. لذلك احنا عندنا أكبر مقبرة في العالم ونتباهى بها، لأنه عدد الموتى عندنا في العراق كلش كبير فيما يتباهى العالم. أكبر حديقة، أكبر مصنع، أكبر ملعب، نحن نتباهى بأكبر مقبرة في العالم. هذا كله يدل على أن الموت يسكن في حياة العراقيين، هو المعبر عن حياة العراقيين، وعليهم أن يتخلصوا من هذا. كل شعوب الدنيا تتطلع إلى الأمام، تتطلع إلى المستقبل. نحن الشعب الوحيد الذي يتحسر على الماضي. وهل تعتقد دكتور مثل هذه الفاجعة ستكون أيضا صاعق آخر لتظاهرات في العراق؟ والله هي لا يجب أن تكون هكذا، لأن الشعب العراقي لم يتحرك للدفاع عن حياته. يعني دعك من كل شيء، لكن الدفاع عن حياته، هؤلاء يسلبوه حياته، يسلبوه كل إمكانياته، اقتصادياً منهار فوضى، سياسياً أمنياً وصحياً وتعليمياً وكل شيء. ماذا ينتظرون؟ ينتظرون خطابات من الكاظمي وغير الكاظمي والعبادي والمالكي وهؤلاء
جلة الفاسدين هذه التي خربت العراق وجاءت بالخراب يعني برايات الديمقراطية والحرية والدفاع عن الدين والدفاع عن المذهب ومنهج الحسين الذي يرعونه. هذه كذبة كبيرة. الناس في ضيق وفي قهر وفي ذل، الفقرة يزداد، الفقر، البطالة تزداد، الأمراض تزداد، الخراب يزداد، المخدرات تزداد، كل شيء يزداد، والتجارة لهذه الميليشيات بالأدوية وبالأعضاء وبكل شيء وبحياة المواطنين وبأحلام. شكرا للدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وشكرا أيضا للدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، كما أشكر ضيفنا باللندن الدكتور أحمد سلمان مشتت الطبيب الجراح الاستشاري في المستشفى الملكي في لندن، كانوا معنا في هذه الحلقة طبعا عبر سكايب. دكتور أحمد كان معنا من لندن ودكتور ثامر كان معنا من عمان. أشكركم أيضا مشاهدي الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.